السلام عليكم، تحية طيبة لكل من تابعني وياكم مصطفى. رجعت لكم بفيديو جديد اللي هو طريقة بسيطة شلون نفرمت الجهاز الايفون والايباد والايبود، اي وحدة من عدن. طريقة بسيطة كلش من الحاسبة، اذا تريد تنزل نظام جديد عليه او جهاز خربان ما يشتغل، النظام مضروب، اي شيء يصير. مثلا الجهاز حاليا موجود يم جهاز كانوا حاطينه على الكابل بيها خلل، حاطين على الحاسبة والحاسبة يفصل ويكنك، المهم الجهاز خرب، النظام اللي بيه خربط. فالشغلة هسه يحتاج نفرمته. شغلة بسيطة كلش، هو طريقتين اكو. الطريقة الأولى اللي هو من ايتونز، ندخل على ايتونز نحمل ايتونز، الايتونز موجودة بموقع رسمي نقدر نحمله من الابل، حجمه يكون 120 ميجا بايت، نحمله ونثبت على الحاسبة. او اذا تريد الطب على موقع موجود idownloadblog.download وانا نحمل النظام، بس هذا الطريقة اللي هو طريقة معقدة فشوية يحتاج تركيز، فما راح اشرح عليه، موجود هواي ناس يحكون عليه، فانا راح احكي بطريقة الرسمية والبسيطة. الشغلة المهمة اللي عندنا اللي هو الاجهزة من ايفون 4 الى ايفون اكس ماكس، اكو طريقة اللي هو ريكوفري مود، يعني ندخل على وضع الاستعداد استرداد عفوا، حتى الجهاز يدخل على سيف مود، مثل سيف مو سيف مود مثل الريكوفري، هو ريكوفري نطب عليه حتى ننزل النظام عليه ونعدل بيها. طبعا انا هسه التليفون مالتي بيدي ايفون 5S، كل جهاز يختلف طريقه التشغيل الريكوفري بيها، راح احط الشرح باسفل الفيديو شرح كامل لكل اجهزه ايفون. هسه اللي بيدي انا ايفون 5S، اول شيء راح نفتح الايتونز، وراها الجهاز الزمه بيدي وادوس على الدقمه هوم، وراها وياها الباور تشغيل، ونربط الكابل وياها سوا، ننتظر لحد ما يطلع صوره الابل. ورا صوره الابل راح يطلع لنا صوره ايتونز، الايتونز من يطلع لك يعني الجهاز بريكوفري مود، وننتظر لحد ما الحاسبه ويتعرف عليه، وهسه راح يطلع لك بايتونز الجهاز بانه جهاز على ريكوفري مود. هسه يقول كونتاكتنج، وناس يقول لي there is a problem، عندك مشكله بالجهاز تريد تحدثه او تسوي ريستوري. ريستوري يعني اعاده الضبط فرمته كامله، اذا عندك اي خلل تسويه، واذا بس عندك ابديت تريد تحدث من الحاسبه تدوس على ابديت. فهسه انا اريد اسوي فرمته كامل، افرمت الجهاز اصفره، ادوس على ريستوري راح يبدي يكنيك، وبعدين ندوس على ريستوري وابديت، هم راح ينزل اخر تحديث عليه وهم راح يصفر الجهاز. لا تنسون اذا تريدون تسوون فقط ابديت من تدوسون على ابديت، الابديت راح يسوي بدون اي فورمات، واذا تريد تفرمت الجهاز من صفر تدوس على ريستوري، ندوس على نيكست اجري، وراح يبدي من هنا فوق يطلع لك التحميل. هنا راح يبين لك 3 جيجا دي ينزل من النظام. طبعا المشكلة الوحيدة اللي هو بالايتونز الانترنت حيل ثقيل، بدا يحمل بساعة، فانصحكم تسووها بالليل وتحطون الانترنت على اليو بي اس مال راوتر او عكس اي شيء، حتى تظل بالليل ينزل النظام. ورا ما ينزلها هو راسا اوتوماتيكيا الجهاز راح يبدي الحاسبه راح ينزل النظام على التليفون، وراح يبدي يشتغل التليفون صفر. ونصيحه من عندي لكم، اذا عندكم اي تليفون تريدون تبيعونه، روحوا على اعدادات مال الايفون من هناك على الكاميرا، وحول التصوير على 4K، فرمتوا الجهاز. ورا ما تفرمتوها تجون تطبون على الكاميرا، من الكاميرا حطوها على الفيديو على مكان اسود يصير، يعني الكاميرا ما يبين شيء من عنده، حتى الصوت ما يبين، حطه لحد ما الجهاز ذاكرته يمتلئ. هذا الطريقة الوحيدة اللي هو الناس ما يقدرون يرجعون ملفاتك من التليفون، فهذا الطريقة الوحيدة. وراها تليفونك يمتلئ، تمسح الفيديو، الفيديو راح يبقى، يعني اي واحد اذا راد يرجع ملفاتك راح يرجع فقط الفيديو اللي صورته اللي هو اسود، ما راح يبين من عنده اي شيء، ما راح يقدر يرجع اي شيء من ملفاتك، فهذه الطريقه الوحيده. طبعا وراها راح لازم تفرمت الجهاز، حتى من هو يريد يرجع ملفاتك راح يرجع فقط الفيديو. وصلت نهايه الفيديو، اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو، اذا عندكم اي شيء اي سؤال تقدرون تتواصلون وياي بالتعليقات او على الايميل او على صفحتي فيسبوك تيكناكس
وإذا تريدون على إنستغرام نفس الشيء تكناكس. وصلت نهاية، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب للدعم المعنوي لا غير. أشوفكم فيديو جاي، مع السلامة.